احنا وصلنا يعني we finally reached the end يعني زي ما بيقولوا معلش فاحنا كنا يعني خدنا الكومبلكس كويس اناليسز بدانا اشتغلنا فيه زي ما عملت ريفيو كده المره اللي فاتت وبدانا ناخد ابلكيشن مهم ليه اللي هو موضوع ان انا ازاي احسب بيه انتجرال لان هو طبعا الكونتور انتجرالز من الحاجات الايه المهمه قوي في الكومبلكس يعني وبدات استخدمه في ان انا احل بيه بعض الريل انتجرالز يعني كويس وخدنا كنا خدنا ثلاث انواع اول كايند او اول تايب من الريل انتجرالز كان ان انا عندي يبقى عندي انتجرال لفانكشن كويس وبعمل انتجريشن على الثيتا من 0 ل 2 باي كويس وجوه الانتجرال انتجرانت يعني كوساين ثيتا ساين ثيتا او اي كومبينيشن منهم كويس فاحنا اتفقنا ان احنا بنعمل ترانسفورميشن بان انا احول طالما هي من ثيتا من 0 ل 2 باي يبقى انا بعمل سايكل كامله وبالتالي ممكن اعمل الانتجرال ده احوله لكونتور انتجرال على ايه على يونت سيركل موديل الزد ايكوالز 1 كويس وبعمل ترانسفورميشن بسيط كده اني اشيل كل كوساين وساين واعمل لها ريبليسمنت بايه بدلاله الزد يبقى زد ماينس 1 على زد على 2 دي في حاله على 2 اي في حاله الساين وزد بلس 1 اوفر زد اوفر 2 تبقى في حاله الكوساين والدي ثيتا تبقى دي زد على اي زد ويبقى عندي كونتور انتجرال بدل ما هي على الثيتا تبقى على اليونت سيركل وحل طبعا الميزه في ده ايه ان طالما هي كونتور انتجرال يبقى انا ممكن استخدم الريزيديو ثيرم كويس فانا اقول ان الانتجرال هو كونتور انتجرال ده بيساوي 2 باي اي في الايه في سيجما ريزيديوز اللي موجوده جوه اليونت سيركل طيب وسيميلرلي النوع الثاني كان اللي هو انتجرال على اف اوف اكس من نيجاتيف انفينيتي لبلس انفينيتي او اف اوف اكس اوف ساين او اف اوف اكس اوف كوساين كويس برضو من نيجاتيف انفينيتي بلس انفينيتي والانتجرال ده كويس قلنا بنجيب حاجه اسمها البرنسبل فاليو كوشي برنسبل فاليو اوف ات كويس بان انا بعمل ايه بان انا بجيب بعمل انتجريشن للاف اوف زد بدل انستد اوف اف اوف اكس او اف اوف زد اي باور اي زد في حاله الايه الحاله الثانيه بتاع الساين والكوساين واعمل انتجريشن على كونتور بنسميه سيمي سيركلر كونتور او سيمي سيركلر يعني كلوزد كونتور كويس جزء منه بيبقى من ار من نيجاتيف ار لار على الريل اكسس كويس وسيمي سيركلر ارك كويس بريدياس كابيتال ار بحيث ان انا اعمل الانتجريشن ده ساتش ذات ان الار بتاعتي تبقى يعني بيج انف ان هي تحتوي كل الريزيديوز اللي موجوده في الابر هاف بلين للايه للفانكشن اف اوف زد كويس كده الانتجر ده كلوزد كونتور كويس هقدر اجيب كل الريزيديوز اللي موجوده او كل البولز اللي موجوده للفانكشن كل البولز للفانكشن اف اوف زد في الابر هاف بلين تبقى انكلوزد جوه الايه جوه الكونتور ده يبقى الانتجرال هيساوي 2 باي 2 باي اي سيجما ريزيديوز وبقسم الانتجريشن الى جزئين جزء من نيجاتيف ار لار كويس والار تنس تو انفينيتي وعلى السيمي سيركلر ارك تمام واتفقنا ان السيمي سيركلر ارك ده اي كان بروف ايه ان الانتجريشن عليه هي ايه هيتنس تو زيرو از ار تنس تو انفينيتي كويس اندر سيرتن كونديشن كان ايه الكونديشن ده بقى ان الاف اوف زد بتاعتي اقدر اكتبها في صوره راشنال فانكشن p of x على q of x كانت الاوردر بتاع البرونوميالز كان ايه تفكرين نعم كان الفرق at least 2 يبقى اللي تحت اللي هي q of x الديجري بتاعتها اكبر من اللي فوق at least 2 كويس وفي الحاله الثانيه في حاله ال f of x في كوساين او ساين بعمل f of z e power i z واحل ويطلع لي الحل بتاع الساين كوساين in one shot كان ايه الكونديشن ان الاف اوف ان الحاله دي بقى البي اوف اكس والكي اوف اكس يبقى الفرق بكام؟ ات ليست 1 كان كل الكلام ده في اخر تو كيسز يعني كنت بشترط ان ايه ان ما يبقاش في بولز على الايه؟ على الريل اكسس على الريل اكسس طب لما يكون في بولز على الريل اكسس قلنا بنعمل حاجه اسمها اندنتد ايه؟ اندنتد كونتور الاندنتد كونتورز ان انا بعمل باي باس للايه؟ للزيرو او البول باي باس للبول اللي موجوده على الايه؟ على الريل اكسس كويس بسيمي سيركل بسيركل بسيمي سيركل وذ ريديوس ايه وذ ريديوس سمول ار سمول ار دي او الار دي تنز تو ايه تنز تو زيرو اوكي واتفقنا الانتجريشن زي ده لو انا مشيت من نيجاتيف ار مشيت على سيمي سيركل ار ولفيت ورجعت فده ايه فده كلوزد كونتور صح فكلوزد كونتور يبقى انا برضو هطبق نفس الايه نفس
الكونديشنز ان انا اجيب كل البولز اللي موجوده جوه الايه جوه السم جوه الكروس كونتور ده كويس. الانتجريشن بتاع الاف اوف زد يطلع اف اوف زد 2 باي اي سيجما ريزيديوز اللي جوه ده كويس. طب الانتجريشن هيبقى مكون من ثلاث اجزاء كويس، جزء منهم على يبقى الكلوزد ال الانتجريشن على الكلوزد كونتور سي هيبقى مكون من على السي كابيتال ار وبعدين على من نيجاتيف ار لغايه النقطه دي اللي هي تعتبر ايه، تعتبر سي ماينس ار، او بكتبها كده ماينس ار بلس سي اوكي، وبعدين على الماينس سي سمول ار، وبعدين اخر حاجه على ار بلس سي لغايه كابيتال ايه لغايه كابيتال ار كويس. طيب وبعدين اذا انا قدرت اثبت ان الايه ان الانتجريشن على الكونتور اللي هو سي ار ده ايكوال تو زيرو او تنس تو زيرو از ار تنس تو انفينيتي، بشرط ان يبقى زي ما اتفقنا الكونديشن ان يبقى الديجري فوق اقل من الديجري تحت اتليست 1 يبقى ده بزيرو كويس. والاثنين دول لما الار تنس تو انفينيتي والسمول ار تنس تو زيرو التو انتجرلز دول يتحولوا تبقى من نيجاتيف انفينيتي لبلس انفينيتي، ده الانتجرال اللي انا عايزه. ويتفضل لي ايه؟ يتفضل لي الانتجرال ده، فالانتجرال ده هيطلع 2 باي اي سيجما ريزيديو كويس، وده هيطلع باي اي للريزيديو عند مين؟ عند السي، السي اللي هي الايه اللي هو البول ده كويس كده؟ اكوردنج تو الثيري دي كويس؟ فالثيري بتقول لي suppose that f has a simple pool z equals c on the real axis كويس، يبقى if cr is a contour defined by z minus c بيساوي small r e power r theta والثيتا ما بين 0 باي، الانتجريشن ده هيطلع بكام؟ هيطلع بصفر كويس؟ اي سوري هيطلع بباي اي ريزيديو اف اوف زد بيساوي ايه؟ طيب نعمله ازاي؟ تعالوا نثبتها كده مع بعض. انا عايز اثبت ايه؟ انا عايز اثبت ان الانتجريشن على سي سمول ار للاف اوف زد كويس دي زد كويس هيساوي باي اي ايه الريزيديو عند السي كويس. طيب اولا الاف اوف زد دي الاف اوف زد كويس، احنا اتفقنا ان الاف اوف زد او اكوردنج تو الرول الثيري يعني بتقول لي ايه ان اف دي هاز ا سمبل بول ات زد ايكوال سي، فمعنى انها عندها سمبل بول ات زد ايكوال سي يبقى انا ممكن اعمل لها لورنت سيريز رايت. اللورنت سيريز بتاعت الاف اوف زد دي هتبقى مكونه من جزئين، جزء اناليتيك بارت وجزء ايه برنسبل بارت. البرنسبل بارت هيبقى فيه كام ترم؟ ترم واحد بس. ليه؟ لانها سمبل بول. هيبقى الترم ده هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن ماينس ايه سوري اي ماينس 1 اوفر زد ماينس سي صح كده؟ ده اللورنت، بعمل لورنت سيريز حوالين زد ماينس سي او زد ماينس سي او زد ايكوال سي صح؟ فيبقى اي ماينس 1 على زد ماينس سي. بقيه الترمز اللي جايه بعد كده هتبقى اي نود بلس اي 1 زد ماينس سي بلس اي 2 زد ماينس سي سكويرد اند سو اون مش كده؟ ممكن اعبر عنها بفانكشن اسمها جي اوف زد، والجي اوف زد دي تبقى ايه تفتكر؟ اناليتيك صح ولا لا؟ ليه؟ لان هي مكونه من اناليتيك بارت حوالين ايه اراوند زد ايكوالز سي. طيب فاحنا ايه وناوي وي ار بروفينج الايه الثيري دي كويس. فانا عايز اجيب الانتجرال ده ايه اطلع بيطلع باي اي ريزيديو، فانا خدت الانتجرال اف اوف زد ده اللي حوالين سي ار كويس. الاف اوف زد انا قلت ان هي كان بي اكسباندد اباوت اكس زد ايكوال سي كويس، عشان ده سمبل بول اقدر اعبر عنها رياضيا كده اي ماينس اي ماينس 1 على زد ماينس سي كويس على زد ماينس سي بلس اي بلس جي اوف زد، والجي اوف زد دي مالها دي اناليتيك. طبعا اناليتيك ات ايه؟ ات زد ايكوال سي ماشي الحال. فانا هعمل انتجريشن للاف اوف زد، فالانتجريشن ده هيطلع ايه؟ هيطلع اي ماينس 1 ده اللي هو مين؟ اللي هو الريزيديو صح؟ مش كده؟ فانا طلعته بره الانتجرال وطلعت ايه كتبت دي زد على زد ماينس سي بلس الانتجرال بتاع جي اوف زد دي زد بيساوي هيبقى ايه كانه جزئين، تبقى هسميه اي 1 بلس اي 2 اي 1 اللي هو الجزء الاولاني ده ماشي. طيب انا عندي بعمل بارامترايزيشن، تبقى زد ماينس سي هتبقى ار سمول ار اي باور اي ثيتا، وبالتالي تبقى دي زد تبقى ايه؟ تبقى اي ار اي باور اي ثيتا دي ثيتا. ما انساش ان الثيتا بتاعتي منين لفين؟ من 0 باي، ده سيمي سيركلر ارك مش كده؟ من 0 باي بس. فده الانتجريشن ده هيبقى ايه؟ هيبقى اي ماينس 1 سوري اي ماينس 1 انتجرال على الثيتا بقى اوكي؟ طيب ده على السي ار ده على السي ار، على الثيتا هتبقى الثيتا من 0 باي، الدي زد اي ار
e power i theta d theta, وتحت زد ماينس سي تبقى كلها اي ار اي باور اي ثيتا. مظبوط. فاعمل كانسليشن لده كله مع ده كله يطلع ايه؟ تطلع اي باي مش كده؟ اي في باي مضروب في ايه؟ في اي ماينس 1 اللي هو مين؟ اللي هو الريزيديو اوف اف اوف زد والسي. ده اللي انا عايزه مش كده؟ يبقى انا متوقع ان الثاني ده يطلع بكام؟ بصفر مش كده؟ تعالوا نعمله كده مع بعض. هعمل برضو انتجريشن على السي ار كويس للجي اوف زد دي زد، فده هيبقى انتجرال للثيتا من 0 لغايه باي مش كده؟ جي بدل الزد هتبقى سي بلس ار اي باور اي ثيتا، والدي زد هتبقى اي ار اي باور اي ثيتا دي ثيتا. احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا عايزين ناخد الليمت از ايه؟ از سمول ار تنز تو 0 صح كده؟ فانا متوقع يبقى انا اكيد هعمل ايه؟ هجيب المودلس مش كده؟ هجيب المودلس بتاع الكلام ده. فالمودلس بتاع الكلام ده يطلع ايه؟ يطلع less than or equal المودلس بتاع اللي جوه ماشي؟ اقسمه اجزاء يعني مش كده؟ ده كده المودلس بتاع الجي ده كويس؟ هيبقى كاني اكتب ايه؟ كاني هقول هشيل المودلس ده واكتب ايه؟ مودلس كده ومودلس ايه؟ كده ماشي الحال؟ طيب دي بكام المودلس بتاعها؟ الاي بقى بواحد مش كده؟ والاي باور اي ثيتا برضو بواحد، والار تطلع بره. ليه تطلع بره؟ علشان انا بعمل انتجريشن على الايه؟ على الثيتا، والار مش فانكشن في ثيتا، فتبقى عندي ار. المودلس ده كويس؟ مودلس جي ده هيبقى في الاخر فاليو صح ولا لا؟ هيبقى رقم مش كده؟ وبالتالي اقدر اطلعه بره الانتجرال. يبقى الانتجرال هيبقى من 0 من 0 من 0 لباي دي ثيتا، يطلع بكام الحل بتاعها؟ انا دلوقتي عندي ده مودلس، وده المودلس ده هيطلع في الاخر رقم لا يعتمد على الايه؟ فده هيطلع، ده هيطلع بار طلعته اهو، وده هيطلع بفاليو. الفاليو دي كانها طلعت بره الانتجرال، فبقى الانتجريشن دي ثيتا من 0 باي، فتبقى كام؟ فتبقى باي. تمام كده؟ يبقى لي بقى ايه؟ بقى لي المودلس بتاع الجي. الجي دي مالها؟ اناليتيك. يعني ايه اناليتيك؟ يعني ديفرنشبل افري وير مش كده؟ هي اناليتيك ات سي، هو بس هو كله بيقولوا ان هي ايه؟ ان هي عندها دي سمبل بول، فتبقى الجي دي اناليتيك ات سي. يبقى ات سي الجي از كونتينوس. كونتينوس يعني ايه؟ يعني ليها فاليو صح ولا لا؟ طالما ليها فاليو كويس، يبقى الجي اوف سي كويس بلس ار، والار دي تنز تو زيرو، هتديني جي اوف سي تطلع ايه؟ بفاليو. الفاليو دي هديها الابر ليميت بتاعها كام؟ ام مثلا مش كده؟ فكل ده يبقى ليس ذان اور ايكوال ار باي ام. اما اجي اخد الليميت بقى از ار تنز تو زيرو، سمول ار تنز تو زيرو، يطلع بكام؟ يطلع بصفر. فده يبقى ايه؟ يبقى بزيرو ماشي؟ تطلع الايه؟ تطلع الرول دي. ممكن اي بس انا عايز اتاكد ان ده مش بي ايه؟ مش بلو اب. ما هو ده لو دي بصفر وده بانفينيتي يبقى ما ينفعش. فانا عايز اتاكد ان ايه؟ ان الجزء ده اللي هو فيه ار، في الار ظهرت فين؟ ظهرت هنا وظهرت هنا صح؟ الار اللي جوه دي انا عايز ابقى متاكد، انا لما احط الار هنا بقيمه الجي دي ما تروحش للانفينيتي، عشان ما اقول زيرو في انفينيتي ما اعرفش مش كده؟ فانا ايه ماشيها بالراحه خالص. قلت ايه؟ قلت ده مودلس اهو، ده جي اوف ار سي بلس ار ثيتا، ار اي باور اي ثيتا ماشي؟ الجي اناليتيك ات سي، يبقى كل ما اقرب من السي كل ما تبقى الفانكشن كونتينوس، يبقى ليها فاليو محدده. يبقى الفاليو بتاع الدي كويس هتبقى بايه؟ بقيمه معينه اللي هي كابيتال ايه؟ كابيتال ام. يبقى كابيتال ام في باي في ار، اخد الليمت لما ار تنز تو زيرو تطلع بصفر ماشي؟ يعني وانت بتعمل بروف لازم تبقى دقيق شويه، عشان بس ايه مفيش حاجه تبقى يعني مسليدنج يعني. تمام؟ هناخد عليها اكزامبل ماشي. عندي ساين اكس على اكس، اكس سكوير بلس 2 اكس بلس 2 كويس؟ إيه هو بيقول لي ايفالويت الانتجرال ده ماشي؟ فانا اول حاجه عملتها رحت راسم الكونتور اللي هناك ده، يعني ده مش في ايه؟ ده مش في الايه؟ مش في مش جيفن، ده انا حطيته وانا بحل كويس. ازاي؟ دي ساين دي اف كانها اف اوف اكس ساين اكس، بس الاف اوف اكس عندها بول عند زد ايكوال زيرو صح كده؟ كويس. فانا عندي الف اوف زد دلوقتي اللي انا هشتغل عليها هتبقى كده، هتبقى بدل الساين او الكوساين هكتب اي باور اي زد، وتحت في زد زد سكويرد ماينس 2 زد بلس 2 كويس. فاول حاجه هعملها هقول البولز، البولز بتاع دي هتبقى في بول ات زد ايكوال زيرو، وفي بولز ثانيه، في بولز ثانيه عند الايه؟ عند الزيروز بتاعت دي ماشي؟ هاخد دي على جنب، هتبقى زد سكوير ماينس 2 زد بلس 2 كويس.
الروتس بتاعتها تبقى ايه؟ نيجاتيف 2 بلس او ماينس روت بي سكوير تبقى 4 ماينس 4 اي سي تبقى 8 اوفر 2 تطلع نيجاتيف 1 بلس دي نيجاتيف 4 بتطلع بلس اي صح كده بلس او ماينس اي نعم اه تبقى بلس اه صح ماشي صح فيبقى 1 بلس او ماينس اي صح تمام كده فيبقى عندي كام بول عندي عند زد بيساوي 1 بلس اي وعند انذر 1 هيبقى في زد 1 ماينس اي كويس كده يبقى في واحد منهم جوه الكونتور اللي هو ده واحد ايه على الريل اكسس كويس فعملت له ايدنتيتي كونتور كويس وواحد بره اللي هو ايه 1 ماينس هيبقى تحت يعني ماشي فانا مهتم بس بمين بالاثنين دول فانا هحسب الايه يبقى اكوردنج تو الرول اللي انا لسه قايلها من شويه هيبقى الانتجريشن بتاعي كويس مكون من ايه من اربع اجزاء هيبقى على الكونتور و على من نيجاتيف ار لغايه من نيجاتيف كابيتال ار لغايه نيجاتيف ار يبقى انا ماشي كده وبعدين الايدنتيتي كونتور كويس اللي هو نيجاتيف سي ار وبعدين من ار لكابيتال ار وبعدين على الانتجريشن على مين على سي كابيتال ايه على سي كابيتال ار اولا اللي تشيك البو سوري الديجري فوق وتحت الديجري فوق بكام ب1 والديجري تحت بكام ب3 الفرق بينهم كام سوري الديجري فوق ب0 سوري انا اسف ب0 والديجري تحت ب3 يبقى الفرق بينهم ب3 فيبقى الانتجريشن ده بكام بصفر كويس كده وعند الليمت لما اخد الليمت كويس لما r tends to 0 وكابيتال r tends to infinity كويس يبقى الانتجريشن ده هيساوي في الاخر كويس من نيجاتيف انفينيتي لبلس انفينيتي البرنسبل فاليو للايه نيجاتيف انفينيتي بلس انفينيتي بلس او ماينس الانتجريشن على السي ار صح كده الانتجريشن ده بايه ب 2 باي اي ريزيديو 2 باي اي سيجما ريزيديو صح طيب الريزيديو الوحيد اللي عندي هو مين جوه الكونتور الكبير هو 1 بلس اي مش كده فاجيب الريزيديو عنده ازاي اروح دي اعملها ازاي اقول اف اوف زد يبقى 2 باي يبقى ليميت زد ابروتشز 1 بلس اي عندي اف اوف زد اللي هي مين اللي هي اي باور اي زد على زد كويس المفروض تبقى زد ماينس 1 بلس اي وزد ماينس 1 ماينس اي بس انا باخد الليميت وانا بضرب في براكت هنا فهيتبقى لي مين هيتبقى لي ده بس مش كده يبقى 1 زد ماينس افتح براكت 1 ماينس اي كويس وعوض بالايه بال طبعا كلهم سمبل بول فعوض ب 1 بلس اي فتبقى اي باور 1 بلس اي في اي تبقى اي باور نيجاتيف 1 بلس اي وتحت كويس هعوض بايه ب 1 بلس اي يبقى 1 بلس اي كويس الفرق ما بينهم انا عندي الروتس ايه عندي في زد نود ب 1 1 بلس اي وزد 1 1 ماينس اي وانا عايز ايه عايز اعمل لهم سبتراكشن فالسبتراكشن بتاعهم اللي هو زد 1 زد نود ماينس زد 1 يطلع كام 2 اي فانا بعمل ايه ولا انا بعوض عن الزد دي كويس ب 1 بلس اي فتبقى 1 بلس اي دي اللي بره ودي في 1 ماينس اي 1 بلس اي ماينس 1 ماينس اي فيبقى عندي كام يبقى عندي 2 اي كويس كده كل ده مضروب في كام في 2 باي اي 2 باي اي ماشي الحال فسمبليفاي بقى دي تروح مع دي والاثنين تروح كويس تبقى باي اي باور نيجاتيف 1 بلس اي وتحت في 1 بلس اي ممكن بقى اضرب في الكونجكت فوق وتحت وسمبليفاي كده يبقى تحت عندي في كام يبقى 1 تبقى في عندي 2 تحت وباي اي باور نيجاتيف 1 اي باور اي دي تبقى ايه تبقى كوساين 1 بلس اي ساين 1 صح كده كل دي مين كل ده مين ده الرايت هاند سايد ماشي ده الرايت هاند سايد نيجي بقى للليفت هاند سايد اللي هو الجزء ده اللي هو ده يعني ده اشيل واكتب بداله ايه بقى باي اي الريزيديو للفانكشن كويس اد زد ايكوال 0 صح كده فدي سهله خالص باي اي ادي الفانكشن اهي كويس احط زد ايكوال 0 يبقى اشيل دي مش كده واحط الزد ب 0 يبقى واحد فوق واثنين تحت صح فكانها باي اي على 2 تمام كده يبقى انا دلوقتي ايه هفصل بقى ده يبقى البي في اللي هو برنسبل فاليو للايه للانتجرال من نيجاتيف انفينيتي لباس انفينيتي الجيفن يعني اللي هو عايزه يعني كويس هيساوي ايه بقى هيساوي الكلام ده كله مش كده ماينس ماينس تبقى بلس على 2 كوساين 1 انا ايه لسه في حاجه هنا مش ايه مش يعني في هنا كمان ايه في 1 ماينس اي هنا ماشي اللي هي دي يعني
يبقى ده يبقى كوساين 1 بلس اي ساين 1 كل ده مضروب في 1 ماينس اي كويس وجاي له بلس اي مين بقى اللي هو الحته دي اللي هي باي ايه باي اي على 2 خلي بالك ده الانتجريشن بتاع اي باي زد ماشي فاروح بقى كاتب ايه انا عايز الكوساين عايز الساين ولا الكوساين عايز الساين فاجيب اجيب ايه اجيب الايماجيني بارت بتاع الكلام ده لسه بقى هضرب حاجات بقى هضرب الواحد في الكوساين والنيجاتيف اي في الايه تديني ده الريل والايماجيني هيبقى الاي ساين في الواحد والكوساين في النيجاتيف اي وده جزء منها يعني واخدين بالكم ففي شويه سيمبليفيكيشن كده بسيطه تمام فانا كده قسمت الايه قسمت الانتجرال الى اربع انتجرالز بيساوي 2 باي اي سيجما ريزيديو عند 1 بلس اي اللي هو الوحيد اللي جوه الكونتور ودي هتبقى ماينس ار سمول والار كبير ار تنس تو انفينيتي وار صغير تنس تو زيرو كويس يبقى البي في هيطلع اي باور اي اكس على الكلام ده بيساوي ايه بقى ماينس باي اي ريزيديو ده اللي احنا حسبنا طلع كام طلع باي اي على 2 عند الزيرو بيساوي الكلام ده كويس فده طلع بنص اهو بس مضروب في باي اي فيبقى باي اي على 2 وده طلع بالقيمه دي ماشي بس لسه بقى هفك دي بالاي ساين وكوساين واضربها في الاي في ال1 بلس اي ماشي الحال فيطلع لي في الاخر ان ده مكون من ايه مجموع الحاجتين دول فطبعا دي فيها ريل وايماجيني مش كده ريل وايماجيني ماشي في الريل يطلع لي الساين سوري الريل يطلع الكوساين كويس والايماجيني يطلع الايه الساين فتطلع ايه الحل بتاعها كده ماشي الحال طيب لو انا بقى عندي اكتر من اكتر من بول على ريل اكسس يبقى ايه اللي هيفرق في الحل هيبقى في اكتر من كويس هيبقى برضو ايه يبقى في عندي الناحيه الثانيه اللي هي الجزء بتاع اللي هو الجزء ده يعني ماشي فين اللي هو ده احنا قلنا ده بيساوي باي اي اي باي ريزيديو عند السي لو عندي بقى عندي سي 1 وسي 2 وسي 3 سي ان كل دول موجودين فين على الريل اكسس هيبقى هنا سيجما ريزيديو برضو يبقى في عندي سيجما ريزيديو هناك على الايه على الكونتور كله وسيجما ريزيديو في الايه في الجزء على الايدنتيتي كونتور كويس لكل الريزيديوز اللي موجود كل البولز اللي موجوده على الايه على ريل اكسس ماشي الحال في ابلكيشن مهم قوي لل قول معايا اللي هو الكومبلكس او اللي هو كونتور انتجرالز ماشي اللي انا استخدمه في ايجاد الانفرس لابلاس ترانسفورم كويس هو ايه لابلاس ترانسفورم الاول حد فاكر ماشي عايز اجيب الكابيتال اف اوف اس كويس اللي هي لابلاس ترانسفورم لفانكشن اسمها سمول اف اوف تي اضربها في اي باور نيجاتيف اس تي مش كده دي تي واعمل انتجريشن على التي من 0 لغايه انفينيتي مظبوط والاس دي كانت ايه كانت اكبر من قيمه معينه بتاع كده لو انا بقى عايز اجيب الانفرس لابلاس ترانسفورم احنا كنا بنجيبه ازاي قبل كده كنا بنجيبه ازاي قبل كده الانفرس لابلاس ترانسفورم من التيبل صح كده بيقول اس على اس سكويرد بلس 1 تبقى كوساين تي 1 على اس سكويرد بلس 1 تبقى ساين تي 1 على اس ماينس 1 تبقى اي باور تي اند سو اون يعني التيبل مع الايه مع الرولز اللي هي الديريفاتيف بتاعها والحاجات دي يعني تمام كده وبعدين خدنا السنه دي برده حاجه كمان زودنا التيبل شويه قلنا في تيبل كمان بتاع فيه ايه الايرور فانكشن لما يكون عندي اللابلاس ترانسفورم في روت اس او واحد على روت اس او اي باور روت اس الحاجات دي كلها ايه ليها فورم برده باستخدام الايه الايرور فانكشنز يعني طيب لو اي حاجه ثانيه بقى هل في طريقه اخرى تكون مور فورمال ومور جنرال اقدر استخدمها عشان اقدر اجيب بيها الانفرس لابلاس ترانسفورم لاي حاجه من دول ولا لا ماشي ففي بقى هي الطريقه اللي هي ايه اللي هي باستخدام الكونتور انتجرالز طيب اولا لو انا ايه دي الاف اوف اس اف اوف تي في اي باور نيجاتيف اس تي فانا اكيد متوقع ان الاف اوف تي اللي هو الانفرس بتاع دي هيبقى انتجرال برضو لكابيتال اف اوف اس مش كده مضروبه في ايه بقى تبقى اي بدل ما هي اي باور نيجاتيف اس تي هتبقى مضروبه في اي باور اس تي بس مش كده واعمل انتجريشن على الاس كلنا متفقين على الجزء ده يعني ده ميك سنس صح طالما عايز اجيب الانفرس يبقى هاخد الفانكشن كويس واضربها في الانفرس بتاع الكيرنل ده الكيرنل بتاع اي باور نيجاتيف اس تي فيبقى اي اس تي مش كده طيب وهعمل انتجريشن على الاس النقطه بقى ان الاس دي كويس ديفايند في الكومبلكس بلين ديفايند في الايه انتوا عارفينها برده من الايه من السيركلز بيكون عندي مثلا واحد على اس سكويرد بلس 1 بعملها اس بلس اي واس ماينس اي واشتغل بايه بالايماجين ويطلع ايه يطلع الفاليوز بتاعتها هتبقى ايه كومبلكس ان جنرال
فالانتجريشن ده هيبقى في الكومبلكس ماشي. طيب فالاس دي هتبقى على كومبلكس نمبر، هتبقى يعني ناخدها كده مؤقتا لغايه ما اشرحها، من جاما ماينس اي انفينيتي لجاما بلس اي انفينيتي واقسم بره على 1 2 باي اي. ده ايه؟ ده الديفينيشن كويس بتاع الانفرس لابلاس ترانسفورم كويس، باستخدام الايه الانتجريشن، باستخدام كومبلكس انتجريشن. ده كومبلكس انتجرال 1 اوفر باي اي على الاس من ايه، من جاما ماينس اي انفينيتي لجاما الايه لجاما بلس اي انفينيتي. طيب جاما بلس اي انفينيتي وجاما بلس اي انفينيتي ده كانها ايه؟ لو انا راسم كده الايه الكومبلكس بلين، ده الريل وده الايماجين، ده من اس جاما ماينس اي انفينيتي لجاما بلس اي انفينيتي، ده يطلع ايه؟ ده يعتبر ايه؟ نعم. دلوقتي هو ايه؟ اس بيساوي جاما، جاما دي اللي هي ايه؟ ده الريل بارت، والانفينيتي هو الايه؟ اه بالظبط، هي كانها بالظبط هو فيرتيكال لاين، بالظبط فيرتيكال لاين. فيرتيكال لاين بادي من ايه؟ من نيجاتيف انفينيتي كويس؟ عند اس بيساوي جاما، النقطة دي ايه؟ جاما، سمول جاما كويس، ورايح لغاية انفينيتي. تمام كده؟ طيب فما انا من المتوقع انا لو عايز استفيد من المعلومات اللي انا خدتها في الكومبلكس وفي الكونتور انتجرز اعمل ايه في الـ في الـ في اللاين ده، او يعني اعمل ايه عشان احسب الانتجريشن ده ويبقى استفيد من الكونتور انتجرز، لازم ايه؟ لازم اقفله صح كده؟ يعني ايه ده لو انا ماشي في الاتجاه ده كده كويس، فانا لازم ايه؟ لازم اقفل الايه؟ لازم اقفل الكونتور كويس. فاقفل الكونتور ازاي؟ بان انا احنا دايما بنقفله دايما بايه؟ بدايره مش كده، او هتبقى جزء من دايره بقى مش كده، جزء من ايه؟ من دايره، هتبقى حاجه كده ماشي. يعني لو كملتها كده هي مش نص، هي اكتر من نص، دي النص اهي، بس هي مكمله كده بس، ده لغايه ايه؟ لغايه حسب الجاما، لو الجاما دي عندي الزيرو يبقى نص دايره ماشي، لو اتحركت كده شويه تبقى اكتر من ايه؟ اكتر من نص دايره يعني. تمام كده. طيب الريديس بتاعها هيبقى ايه؟ الريديس بتاعها هيبقى كابيتال ار، الريديس بتاعها هيبقى كابيتال ار مش كده، وبالتالي تبقى النقطه دي، النقطه دي كويس، لو انا هعمل ايه بايثاغورس يعني، هتبقى دي كابيتال ار مش كده، ودي بقى دي سمول جاما مش كده، وهيبقى الجزء ده انا هسميه ايه، النقطه دي هسميها تي او جاما بلس اي تي، اي كابيتال تي يعني، اي كابيتال تي، والنقطه دي هتبقى سيميلري، هتبقى جاما ماينس اي كابيتال تي، وتبقى الكابيتال تي اجيبها ازاي؟ والكابيتال تي هتساوي سكوير روت اوف ار سكويرد ماينس ايه جاما سكويرد صح كده. As r tends to infinity ال t مالها؟ tends to infinity برضو. ليه؟ لأن الجاما دي finite، الجاما دي قيمة finite يعني ايه؟ 5 2 3 4 رقم يعني كويس؟ وال r tends to infinity يبقى برضو ال t tends to infinity ايه؟ accordingly كويس؟ طيب الجاما دي حددها ازاي؟ كويس؟ تحددها سهل قوي، ده طالما ده contour integral يبقى انا عايز جوه الكونتور انتجرال او جوه الكونتور ده يبقى انا عايز ايه جواه؟ عايز البولز صح؟ البولز بتاعت الفانكشن، انهي فانكشن بقى؟ اللي هي كل دي ماشي؟ عايز الفانكشن ايه؟ عايز البولز بتاعت الفانكشن دي، والبولز بتاعت الفانكشن دي هتبقى سيمبل ببساطه كده سيمبلي، هتبقى البولز بتاعت مين؟ بتاعت اف اوف اس، لان اي باور اس تي مالهاش بولز صح كده؟ طيب فالبولز بتاع دي، فانا عشان اضمن كويس ان الانتجريشن بتاعي يبقى مظبوط واطلع الانفرس لابلاس ترانسفورم مظبوط، يبقى انا محتاج ان انا ايه؟ ان انا ابوش الجاما دي as far as possible كويس to the right such that تبقى كل البولز ان ايه؟ at its left، يعني كل البولز تبقى ايه؟ ناحيه الشمال منها، كل البولز بتاعت الفانكشن دي تبقى جواها، هي مش جواها، هي جوه الكونتور ده يعني، بس انا بقول ان الانتجرال ده اللي انا عايز احسبه اللي هو ده، هو الخط ده، انا هفضل ايه ابوشت تو ذا رايت لغايه ما يبقى كل البولز بتاعت الفانكشن كويس كلها جوه الايه جوه الكونتور. طيب وبعدين هعمل ايه؟ اكيد هعمل كونتور انتجرال، تبقى عندي كونتور انتجرال على السي كويس، لمين؟ اني فانكشن؟ كابيتال اف اوف اس اي باور اس تي دي اس صح كده. فدي تطلع ايه؟ تطلع عباره عن جزئين، جزء من على الارك ده اللي هنسميه ايه؟ كابيتال جاما ماشي؟ بلس كويس؟ الانتجريشن على ايه؟ يعني اللي هو الازرق ده كويس؟ هيبقى كابيتال جاما، اسمه ايه؟ كابيتال جاما.
وبعدين انتجريشن على دي اللي هي تبقى من كام لكام، من جاما ماينس اي تي لجاما بلس اي بلس اي تي، واخد الليمت لما تي او ار تنس تو ايه تنس تو انفينيتي. ماشي الحال؟ It can be proven easily ان ايه ان ده بكام، ده بصفر under certain condition هنقولها حالا دلوقتي. يبقى الانتجريشن ده اللي انا بدور عليه يطلع ايه، يطلع ده اللي هو ايه، اللي هو الانتجريشن على ده اللي هو كان اسمه ايه هنا، كنا بنكتب ايه هنا، بنكتب 2 باي اي مش كده، 2 باي اي سيجما ريزيديو صح كده، ده بيساوي الانتجريشن ده. يبقى انا لو خدت الباي 2 باي اي تحت هنا كده وشلت دي، يبقى يستنتج ايه في الاخر بقى، استنتج ان اف اوف تي، ان اف اوف تي هتبقى هي سيجما ريزيديو مش كده، اف اوف تي اللي هي مين، اللي هي الانفرس لابلاس ترانسفورم كابيتال اف اوف اس. يبقى كل اللي انا عايز اعمله ببساطه اعمل ايه، لو انا عايز اجيب الانفرس لابلاس ترانسفورم لكابيتال اف اوف اس هعمل ايه، هياخد كابيتال اف اوف اس هضربها في اي باور اس تي كويس، وادور لها على الايه على البولز بتاعتها كويس، واجيب الريزيديو كويس للايه للفانكشن دي جوه الكونتور ده. ماشي، يبقى انا حسبت الايه، حسبت الاف اوف تي. ماشي الحال؟ فدي المور جنرال كيس يعني. تمام، طيب تعالوا كده نراجعها مع بعض كده على في السلايدز، وبعدين ناخد مسالتين ثلاثه. نعم، مالها؟ الانتجريشن على الجاما هيطلع بزيرو اندر سيرتن كونديشن. انهي جاما؟ مش الجاما دي تقصد دي؟ دي هتطلع بزيرو اندر سيرتن كونديشن. ليه؟ لان انا هاخد الار تنس تو انفينيتي برضه، فار تنس تو انفينيتي فهيبقى هيطلع الانتجرانت ده كويس في ار تحت في الدينوميريتور از ار تنس تو انفينيتي يطلع الايه ده تنس تو زيرو. هيبقى فيها شرط هنقوله حالا دلوقتي. ماشي الحال؟ طيب تعالوا نسمرايز كده. الانفرس لابلاس ترانسفورم ماشي كان بي جيفن، ماشي لو انا عندي كابيتال اف اوف اس وعايز اجيب انفرس لابلاس ترانسفورم كان بي جيفن بالايه بالكومبلكس انتجرال ده 1 اوفر 2 باي اي الانتجرال كابيتال اف اوف اس اي بار اس تي دي اس على الايه على الفيرتيكال لاين جاما ماينس اي انفينيتي لجاما بلس اي انفينيتي كويس. طيب احسبه ازاي؟ اولا ده بنسميه كومبلكس انفرجن انتجرال او بروموتش انتجرال فورمولا. بروموتش ده اسم الشخص اللي عمل بقى الكونتور اللي هو الشكل اللي هنشوفه دلوقتي ده. فالانفرس ده هو المنظر ده، ده اسمه بروموتش ايه، بروموتش كونتور. ماشي، الانتجريشن كويس ويل بي بيرفورمد على اللاين اس ايكوال جاما، بس انا بتكلم في الايه في كومبلكس بلين، فاس ايكوال جاما ده معناه ايه، من جاما بلس ان اي انفينيتي لجاما بلس ايه ماينس اي انفينيتي لجاما بلس اي انفينيتي. الجاما ده ريل نمبر كويس، ات هاز بي تشوزن should be chosen such that انها يبقى كل البولز او البرانش بوينت او الاسينشال سنجولاريتي للفانكشن كلها to the right of that a of that line. البولز فاهمينها مش كده، البرانش بوينت اللي هي اللي هي الزيرو مثلا في حاله زي مثلا اللين ماشي والاي والبرانش كات مش كده، والاسينشال سنجولاريتي زي اي باور 3 على زد، فاكرين اي باور 3 على زد؟ احنا قلنا السنجولاريتي في عندي اربع انواع، ريموفابل وسيمبل بول وبول اوف اوردر ان واسينشال سنجولاريتي كويس كده. ماشي، طيب فانا ايه الشرط عندي ان لازم الجاما دي هاف تو بوش ات تو ذا رايت ساتش ذات ماشي ان هي تبقى كل السنجولاريتيز ايه شمالها. ماشي، طيب فيبقى الانتجريشن اللي هو انا بدور عليه اللي هو 1 على 2 باي اي الكابيتال اف اوف اس دي تي كويس، هعمله على كونتور الانتجرال اللي احنا شفناه دلوقتي البروميتش كونتور ده، هيتكون من جزئين. ماشي، الجزء ده اللي بنسميه ايه اللي هو بي جي كي ال بي اللي هو الارك جاما، الارك جاما ده اللي هو ايه اللي هو جزء من ايه من سيركل الريدس بتاعها كابيتال ايه كابيتال ار. ماشي، وهيبقى في لاين اللي هو اي بي اللاين من اي الى بي من اي الى بي ده هو ايه ده الانتجرال اللي انا عايزه. ماشي كده، فيبقى ده اللي انا عايزه صح، هيساوي ايه بقى، قلنا هيساوي الانتجريشن بتاع ده ماشي اللي هو على الكونتور انتجرال على الكلوزد كونتور كويس ماينس الايه الانتجريشن على ايه على الجاما. يعني انا كاني بقول ايه الكلوزد كونتور بيساوي مجموع الاثنين دول، دي تبقى ايه تبقى الكلوزد كونتور ماينس ايه ماينس انتجريشن على الجاما صح كده. طيب فده اعرف احسبه بالطريقه التقليديه بتاعتي اللي هي ايه بالريزيديو ثيري صح، قول 2 باي اي سيجما ريزيديو ف 2 باي اي تروح مع 2 باي اي تطلع سيجما ريزيديو بس الحته دي كده. والجزء ده as a as r tends to infinity ده will tends to zero under certain a condition. ايه الكونديشنز دي بقى؟
ماشي. ده ايه يعني نفس الديسكشن احنا قلناها، يبقى الاف اوف تي هتساوي ايه؟ سيجما ريزيديو للاف اوف اس تي كابيتال اف اوف تي اي اس تي ات البولز اوف اف ايه كابيتال اف اوف اس. اشمعنى؟ عشان البولز بتاع دي كلها كويس، البولز بتاعتها هتبقى هي البولز بتاعت ايه؟ بتاعت كابيتال اف اوف اس. طيب ايه السفيشنت كونديشن بقى علشان اقدر اقول ان الانتجريشن على الكابيتال جاما تنز تو زيرو از ار تنز تو انفينيتي؟ شرط بسيط خالص، ان المودولس بتاع الاف اوف اس ده كويس اقدر اكتبه في صوره ايه؟ في صوره كابيتال ام على ايه؟ على ار باور كي. ماشي الحال؟ يعني لو قدرت اثبت ان ايه المودولس كابيتال اف اوف اس ده اقدر اكتبه في الصوره دي كويس، يبقى لما اخد الليمت لما ار تنز تو انفينيتي كويس الايه الانتجرانت اللي جوه اللي انا بعمل عليه انتجريشن ده تنز تو زيرو، وبالتالي ايه يفانيش يعني. تمام كده؟ طيب اوكي. طيب ناخد مساله كده، دي عارفينها من زمان صح ولا لا؟ اه دي نعرف نحسبها من زمان صح؟ قالوا نحسبها بالطريقه الجديده ونشوف هت ايه هتفيريفاي ولا لا، وبعدين ناخد حاجات اصعب از وي جو. دي تطلع كام على طول؟ اي باور تي صح؟ 2 تي صح؟ اي باور 2 تي صح؟ طيب لو بالطريقه اللي احنا قلناها هنعمل ايه؟ هتبقى اف اوف تي هتبقى سيجما الريزيديوز مش كده؟ على طول لمين؟ لكابيتال اف اوف اس اي باور اس تي. كابيتال اف اوف اس دلوقتي بقت كام؟ تبقى كانها اي باور اس تي على اس ماينس 2. ماشي؟ و الريزيديو عند مين بقى؟ عند ايه البولز بتاعت الفانكشن دي؟ 2 بس مش كده؟ وده سمبل بول مش كده؟ فيبقى ليميت مش كده؟ از ايه؟ از اس تنز تو 2 مش كده؟ اقول ايه؟ اس ماينس 2 كويس؟ في اي باور اس تي على اس ماينس 2 تطلع كام؟ اي باور 2 صح كده؟ طلعت زي ما احنا ايه متوقعين. ماشي الحال؟ طبعا ايه في يعني دي علشان سهله ماشي؟ كل بقى ما تبقى يعني سهله ممكن اعملها بطريقتين يعني ماشي؟ انما اما الفانكشن بقى تبقى اصعب اللي انا عايز اجيب لها الانفرس كويس؟ مش هعرف اجيبها بالتيبل سواء كان التيبل اللي احنا خدناه في الاو دي اي ولا في الايرور فانكشن، فاضطر اعملها بالكونتور انتجرالز يعني. طيب الفانكشن لازم يبقى لها بولز يعني دايما؟ لازم. ليه بقى؟ لان ايه احنا قلنا من شويه ايه الكونديشن، تعالوا كده نطبق الكونديشن احنا لسه قايلينه. احنا عايزين ايه؟ احنا عايزين نثبت ان كابيتال اف اوف اس كويس اقدر اكتبها في صوره ايه؟ في صوره ام على ار باور كي. ده السفيشنت كونديشن عشان اقدر اجيب لها انفرس يعني. ففي المساله بتاعتي الكابيتال اف اوف اس هي 1 على اس ماينس 2 صح كده؟ فدي تبقى ليس ذان اور ايكوال 1 على مودولس اس ماينس 2. احنا خدنا زمان واحنا في اول الكومبلكس خالص قلنا ايه؟ قلنا زد 1 بلس زد 2 المودولس بتاعها اقل من المودولس زد 1 بلس مودولس زد 2 صح كده؟ بس اكبر من مودولس زد 1 ماينس مودولس زد 2 صح؟ فانا عندي اللي تحت ده كويس هيبقى اكبر من ده صح؟ اكبر من مودولس زد 1 ماينس مودولس زد 2 صح؟ فيبقى كله اقل صح؟ طيب وانا الاس بتاعتي فين؟ الاس بتاعتي على الجاما، الجاما بتاعتي اللي هي الارك ده الاس فيها بايه؟ بتساوي ار اي باور اي ثيتا صح ولا لا؟ انا عندي هنا ايه اي نقطه هنا كده كويس هتبقى اعملها ريبريزنتيشن ازاي؟ ار اي باور اي ثيتا صح؟ فيبقى المودلس بتاع الار ده بكام؟ بار بس. المودلس بتاع الاس انا اسف، المودلس بتاع الاس بكام؟ بار بس مش كده؟ جيب المودلس بتاع ده، فالمودلس بتاع ار اي باور اي ثيتا بار مش كده؟ فتبقى 1 على ار ماينس 2 ماشي. هل دي اقل من ام على ار؟ ممكن تبقى ايه اقدر اكتبها في صوره ام على ار، او حتى من غير دي. مش ده معنى كده ان الفانكشن بتاعتي كده معناها ان ايه التندنسي بتاعها لما الار تنز تو انفينيتي كويس الفانكشن دي مالها تنز تو زيرو صح كده؟ وبالتالي يبقى الانتجرانت ده اللي هو جوه الجاما ده هيبقى بزيرو، يبقى الانتجريشن بتاعها يطلع بكام؟ يطلع بصفر ماشي كده؟ نرجع للسؤال اللي ساله زميلك من شويه. احنا دلوقتي كل الحاجات اللي كانت بتقابلنا في لابلاس ترانسفورم كان دايما اللي فوق ديجري بتاعته اقل من اللي تحت، لو انا بتكلم على ايه؟ على راشنال فانكشن يعني ماشي. دايما كانت ايه؟ 1 على اس، اس على اس سكويرد بلس 2 مش عارف الحاجات دي دايما كده، دايما ايه؟ دايما اللي فوق اقل من اللي تحت. فده دايما هيجيب لي تحت الار بار بتاعتها اكبر من ايه؟ اكبر من 1 ماشي. مفيش يعني حتى لو في ار فوق هتبقى في ار تحت، بس الار اللي تحت اعلى اقوى من الار اللي فوق كباور يعني، وبالتالي ايه؟ تبوشت ايه؟ تدرايف تو ايه؟ تو زيرو
as r tends to infinity. لما r تكبر قوي يبقى الترم ده a tends to zero. ماشي الحال؟ طيب هنزلها وبعدين نرفعها تاني. ماشي. فاحنا ايه عارفين انا 2 باي سيجما ريزيديو سوري سيجما ريزيديو على طول كويس. فبالليمت تطلع اي باور 2 تي. ماشي. والاناليسيس بتاع الاف اوف اس طلع ان هي تطلع 1 على ار ماينس 2. ات كان بي بروفن ان هي اقدر اكتبها كده 2 على ار سهله يعني. يعني ممكن ايه اقدر الام في الحاله دي تطلع بكام؟ ب 2 على ار سهله ممكن نعملها يعني. ماشي الحال. طيب المساله دي دي بقى ده النوت اللي انا قلته بقى من شويه انه ايه انه لو ايه sufficient condition always holds if capital f of s capital p على capital q والp والq pronomials والديجري بتاعت اللي فوق اقل من اللي تحت. ماشي. لو اللي فوق الديجري بتاعتها اقل من اللي تحت يبقى الكونديشن ده always ايه always holds. تمام. طيب المساله دي طيب لو جينا حليناها بالطرق التقليديه كنا هنعمل ايه الاول؟ partial fractions بي اف. نعمل partial fractions الاول هيطلع لي كام fractions؟ 3. واحد على اس حاجه على اس بلس 1 فتبقى اي باور نيجاتيف تي، وحاجه على اس ماينس 2 تبقى اي باور 2 تي، وحاجه على اس ماينس 2 اول سكويرد تبقى حاجه اس بلس لا هضرب هضرب في تي تبقى تي اي باور ايه تي اي باور 2 تي. ماشي كده. بس انا محتاج اعمل بارشل فراكشنز الاول واجيب الكوفيشنز فيها ايه فيها لفه شويه. فلو عملتها بالريزيديو هتبقى سهله خالص. بالريزيديو هعمل ايه؟ انا عندي هنا الفانكشن بتاعتي فيها كام بول؟ 2 بولز، واحد عند الواحد واحد عند الاثنين، صح؟ طيب الريزيديو كويس للفانكشن كابيتال اف اوف اس كابيتال اف اوف اس اللي هي ايه؟ كابيتال اف اوف اس اللي هي واحد على اس ماينس بلس 1 اس ماينس 2 سكويرد والواحد ده سمبل نيجاتيف واحد اسف ده سمبل بول صح؟ يبقى ليميت لما اس تنس تو نيجاتيف انفينيتي. ماشي. هعمل براكت ده يروح مش كده واعوض عن ايه عن الاس بنيجاتيف 1 فتطلع اي باور نيجاتيف تي مش كده اي باور نيجاتيف تي وتحت في نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 تبقى نيجاتيف 3 على 9. فده واحد من الايه واحد من من الحلول مش كده. طيب والريزيديو الثاني الريزيديو الثاني هيبقى برده نفس الفانكشن دي بس المره دي وايه و2 مش كده. ف2 ده عند الاثنين ده عندي سمبل بول ولا دبل بول؟ دبل بول. يبقى ايه القانون بتاعي بيقول لي واحد على n minus 1 فاكتوريا يبقى 1 على فاكتوريال 1 ليميت كويس ال s tends to 2 كويس. وبعدين اضرب في s minus 2 سكويرد يبقى لي e power st على s plus 1 واعمل لها ايه؟ واعمل لها ديريفيتيف مره واحده بس. اعمل ديريفيتيف دي مره واحده واعوض عن ال s بيساوي 2 هيطلع لي 2 terms حاجه فيها e power 2 t وهنا ماشي زائد حاجه فيها ايه؟ e power t. ماشي. يعني سهله يعني تطلع يعني. ماشي كده؟ فالاولاني يطلع اي باور نيجاتيف تي على اي على 9 والثاني هيبقى سمبل بول دبل بول فاعمل ديريفيتيف وانس بس اعمل ديريفيتيف دي هتروح مش كده فاعمل ديريفيتيف لدي مره واحده واعوض عن الاس ب 2 تطلع ايه زي ما كنت متوقع بالطرق التقليديه اللي هي بالتيبل تطلع معايا برده نفس الحاجه. طيب دي كده نناقشها كده بسرعه كده ماشي. دي ايه اس على اس بلس 1 كيوب اس ماينس 1 سكوير دي لو هعملها بالبارشال فراكشنز عنيفه مش كده يطلع لي كام ترم؟ المفروض 5 مش كده؟ اس بلس 1 باور 3 وباور 2 باور 1 واس ماينس اس ماينس 1 باور 2 باور 1 ماشي؟ واجيب الكوفيشنز بتاعتهم ومش كلهم هعرف اجيبهم بالايه؟ بالكفر اب ميثود. في حاجات لازم اعملها بالسبستيوشن وفي حاجات ممكن اعملها بالايه؟ يعني ان انا اعمل كومن دينومينيتور وكده يعني. فمش لطيفه يعني ماشي؟ في حين انا لو عملتها بقى بالكومبلكس هعمل ايه؟ هعمل اجيب ريزيديو مرتين. مرة عند S equals 1 ومرة عند S equals negative 1 ماشي؟ فعند S equals 1 ماشي اللي هو البول ده دبل بول فهعمل derivative لمين؟ ل S على S plus 1 all cubed once واعوض عن ال S بواحد فهعمل derivative واعوض عن S بواحد. التانية هعمل derivative كم مرة؟ مرتين بس هقسم هيبقى 1 على 2 factorial كويس؟ واعمل derivative twice ل S على S plus 1 all squared واعوض عن ال S بكام؟ بnegative 1 ماشي. لو عملت كده هتطلع الحل بتاعي يبقى انا عندك الحل بتاعك تقدر ايه تتشيك بيه. واحده كمان لو انا عندي 1 على اس سكويرد بلس 1 اول سكويرد ماشي. فدي ايه عنيفه شويه ليه؟ لان هتبقى برضو 2 براكتس ماشي وكل براكت فيه اس بلس بي وسي اس بلس دي مش كده؟ فغالبا هيطلع فيها ساين وكوساين صح؟ ساين وكوساين مش كده؟ فلو عملتها بالريزيديو انا عندي كام ريزيديو؟ 4
سوري اثنين بس في واحد منهم يعني كل واحد منهم ايه ريبيتد توايس يعني او دبل بول يعني عند الاي وعند الماينس اي ماشي كده. فهعمل ديريفاتيف هتبقى سهله بقى هو الاس اس ماينس اي اول سكويرد واعمل ديريفاتيف مره مش كده اعمل ديريفاتيف مره واعوض بالبول الثاني ماشي ومره واعوض بالبول الثاني هيطلع لي ايه هيطلع لي موضوع سهل يعني اقدر ايه اقدر اعمل لها بسهوله اوصلها للشكل ده ومنها اوصلها لساين وكوساين يعني زي ما انتم شايفين ماشي الحال. طيب انا اقول بس دي بسرعه بس يعني لغايه هنا اللي فات ده كل ده ممكن نجيب فيه حاجه ماشي اللي بعد كده بقى هيبقى للمعلومات بس يعني ماشي. ان انا ايه لو انا عندي برانش بوينت او ايه او مثلا عندي زيرو كويس في نقطه معينه عند زد ايكوال زيرو عند اس ايكوال زيرو يعني عندي ايه عندي الفانكشن بتاعتي الاف اوف اس دي عند اس ايكوال زيرو في عندي ايه في عندي بول كويس كده. فانا هعمل كونتور كده اسمه بروموتش كونتور غريب شويه بص يعني هعمل ماشي شكله غريب شويه ماشي ماشي هو 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 مقفول وكده صح ده القديم صح بس انا عشان عندي هنا في مشكله فانا عايز ايه عايز الف حواليها بس انا ايه لازم الف لفه كامله فانا هاجي كده امشي بارل ايه للاكس اكسس كويس وبعدين اعمل سيركل واقفل ثاني كده بعد كده واحل ايه واحل دي بقى على ايه على اكتر من ايه عندي اي بي وعندي الكونتور ده والكونتور ده والحاجات دي كلها ماشي مالين يهلوا اوكي. طيب احنا هنقدر نثبت ان ايه بصوا معايا يعني انا مثلا واحده زي كده دي لازم يعني بالمعلومات القديمه اجيبها ازاي من الايرور فانكشن صح. طيب بس انا لو انا هعملها بال قول معايا بالريزيديو ثيوري كويس عندي اس ايكوال 0 ده الايه ده البول الوحيد صح كده لا اللي عند الانفينيتي ما يهمنيش انت بقى بتكلم ان في برانش بوينت يعني برانش بوينت اللي هو ايه ان الاس ايه الاس بالنيجاتيف يعني عشان كده انا ايه مشيت انا مشيت بارل للايه للاكس اكس نعم لا ما انا ايه ما انا خدت الكونتور بتاعي بحيث ان انا ايه اعدل البرانش بوينت كلها ماشي كل البرانش بوينت انت اتفقنا ان الروت كويس الباور فانكشن عند الباور فانكشن بحاجه غير الانتجر بيطلع فيها لين واللين فيها برانش كات عند الايه نيجاتيف اكس اكسس خالص فعشان كده انا رحت ايه شايله خالص من الايه من الاناليسيس بتاعي ماشي شلت الجزء ده كله بما فيها الصفر كويس كده. فالبول اللي واضح هنا عندي هو مين هو الزيرو مش كده. فانا ايه يعني انا مش هدخل في التفاصيل هي انا هسيبها لك على الايه يعني احطها لك في على السلايدز وانت تبقى بص عليها بالراحه يعني هيطلع عندي 5 ايه عندي 5 انتجرلز او 6 انتجرلز ماشي عند الاي بي ده اللي انا عايزه ماشي الاي البي دي اي كويس البي دي اي اللي هو ده ارك الار بريزنت تنس تو انفينيتي ده هيبقى ايه كان بي بروفن ان الانتجريشن بتاعه هيطلع ايه يطلع بزيرو وزيه مين زيه ال ان اي اللي هو الارك الكبير برضه هيتبقى ايه الانتجرال بقى على الاي اتش وعلى الايه وعلى الكي ال ماشي اللي هو كانها لاين انتجرال يعني وعلى السيركل اللي هي اللي تحت دي فدول اللي هيجيبوا لي الحل يعني ماشي الحل. طيب يعني بص عليها كده براحتك وايه يعني ماشي انا بس اللي عايز اقوله هنا ايه انا لو انا عايز اجيب لي دي بالطرق التقليديه هعرف اجيبها ولا مش هعرف مش هعرف دي كوساين روت اس اكس روت اس على اس كوساين روت اس فصعبه جدا اقدر احلها باللاين انتجر بالكونتور انتجر وهطلع لها فاليو يعني ايه الاكس اللي في النص دي تفتكروا دي كتب انا اكس تفتكر ها ليه بقى في روت اس اه ماشي الاس ده دي في الاس دومين انما الاكس دي جايه منين اه بالظبط شفت خد باله هي جايه من بي دي اي انا بي دي اي كنت بعمل ايه كانت عندي مثلا بي دي اي كويس بارش ديفرنشال ايكويشن فيها اكس وتي عملت لابلاس ترانسفورم بقت اكس واس صح كده اكس واس وعملت اناليسيس واختصرت وبتاع وطلعت الحل في الاس دومين كده اكس واس كده عايز ارجع بقى مش عارف ارجع وانا بقول لك سيبها وخلاص مش كده قبل كده يعني ماشي هنا لا مش هنسيبها بقى هنعرف نحلها نمسك دي بقى نجيب لها الانفرس ماشي يبقى الانفرس بتاعها فيه شويه اناليسيس بقى نكتب الكوشاين واكسبانشن يعني فيها شغل شويه يعني مش هندخل في تفصيلها بس انت ايه تبقى عارف ان دي ليها حل في الكومبلكس اقدر اطلع لها كلوزد فورم ده كلوزد فورم بتاعها ماشي الحل طلع فيها اكس اهي شايف في اكس اهي وفي تي تطلع فانكشن في ايه في اكس وتي لا ماشي. طيب فدي طلعت كده في الاخر بص بقى دي مسالتها اهي ماشي ادي ايه دي هيت ايكويشن صح كده؟ هيت ايكويشن مشكلتها ايه؟ كلها لطيفه وكل حاجه ما عدا ايه؟
ما عدا الترم ده نون هوموجينيوس، يبقى يا اما حلها نون هوموجينيوس يا اما تستخدم الانتجرال ميثودز ماشي، لابلاس او ايه او فورير. هنشتغلها بلابلاس، هنشتغل لابلاس. اوكي عملت لابلاس ترانسفورم هنا وهنا واختصرت، طلعت ديفرنشال ايكويشن فيرست سكند اوردر سهله خالص، بس حلها يطلع فيه شاين وكوشاين، عوضت الباوندر كونديشن والانيشال كونديشن، طلعت في الاخر كده دي يو اكس ايه يو اكس او اس. عايز ارجع بقى شايف ده كده، ده شبه اللي احنا كنا حاطينه من شويه صح، شبهه قوي صح. ده اعرف اعمل له انفرس، اه اعرف اعمل له انفرس بالطريقه اللي هي كانت من شويه، اجيب له الانفرس اطلع الحل على طول ماشي، بس يعني في شغل يعني. الكونفورمال مابينج ده برضو ده ايه جاست فور يور نولج يعني، يعني اعرفه بس كده لانه هو ايه مهم بقى الحاجات دي بتظهر بقى ازاي. انا دلوقتي تعالوا نتخيل الوضع الاتي، انا بحل لابلاس ايه لابلاس ايكويشن، بنحل لابلاس ايكويشن. لابلاس ايكويشن احنا حليناها فين زمان؟ المره الوحيده حليناها مرتين، حليناها مره ايه مره ريكتانجولار بليت ومره سيركولار بليت صح كده. الريكتانجولار بليت كانت اسهل مش كده، اللي هو الشكل ده كده، كانت من 0 ل A لو انتوا فاكرين، ومن 0 ل B، وانا عايز اجيب الايه، وانا عايز اجيب الهيت ديستريبيوشن جوه الايه جوه الريكتانجولار بليت ده ماشي. لو انا رحت حاطط لك مغلف لك الريكتانجولار بليت ده بنون هوموجينيوس باوندري كونديشن كانت هتبقى في مشكله؟ لا حليناها، قلنا ايه، قلنا نصفر اثنين بارلل ونحل، ونصفر الاثنين التانيين للبارل ونحل ويبقى مجموعهم بالسوبر بوزيشن، يبقى انا جبت الحل بتاع دي، يبقى ريكتانجلر بليت انا عارف الحل بتاعها. طب افرض البروبلم بتاعتي كويس اللي انا بحلها لابلاس ايكويشن، بس الدومين بتاعي معقد شويه ماشي، معقد ايه شويه حاجه زي كده مثلا ماشي، يبقى انا عايز احل لابلاس ايكويشن على ايه، على حاجه زي كده سيمي سيركل انولر بليت ماشي. ممكن ده تبقى حاجه ايه يعني، ده مثلا نص السي دي بتاعت مثلا يعني مثلا ماشي، يعني لو هو مكمل برده ليه حل يعني. اوكي فانا عايز اجيب لابلاس ايكويشن السولوشن بتاعها كده. فالكونفورمال مابنج بقى بيعمل لي ايه، بيقول لي اه انا بالكومبلكس اناليسيس اقدر اعمل ترانسفورميشن للريجن ده كويس اندر سيرتن ترانسفورميشن، يبقى كده دي بالنسبه لي احسن ولا لا؟ اه دي احسن ماشي، اه بس احنا حلينا دي ماشي. فلو عملت قدرت اعملها ترانسفورميشن كده، هو هنا بيقول لك ايه، بيقول لك الحته دي كويس هتعملها ترانسفورميشن بقت ايه، بقت مش عارف دي اي، فدي اي اللي هي دي الداش ماشي، والسيركل دي اللي هي اي اف اي مش عارف بقت كده اي اف اي اللي هي كده بقت لين اي ولين بي ماشي. فالمهم ايه ان ده كده اعرف احل لابلاس ايكويشن هنا في الدومين ده فيري فيري ايزي بالطريقه العاديه صح كده، واعمل ترانسفورميشن باك للحل بالانفرس ايه بتاعت الفانكشن دي. فايه فالكور بتاع الكونفورمال مابنج كله في الايه في الجزئيه دي، ان بيبقى عندي اشكال كويس، الدومين بتاعي بيبقى شكله مش لطيف كويس صعب التعامل معاه، وانا عايز ايه عايز احل اسولف سيرتن بي دي اي كويس في الدومين ده، فبعمل الترانسفورميشن يعني اندر سيرتن فانكشن كومبلكس فانكشن ال دبليو دي اف اوف زد يعني. هنا مثلا كانت ايه كانت لوج موديل زد تو ذا بيز اي اي ارج زد كويس، فحولت الشكل ده للشكل ده، ده بالنسبه لي اسهل في الايه في الاناليسيس وارجع بيه. هنا مثلا في كومنت هنا بيقول لك هنا ايه، يعني مثلا دي الحته الاولانيه دي انا قلتها اللي هي البوليت الثانيه، البوليت الثالثه بتقول ان اديشن في الفلويد فلوز كويس ممكن يبقى عندي اوبستكلز جوه الفلو ماشي، يعني مثلا في تيوب او بتاع حاجه في الايه اوبستكل يعني، وانا عايز اعمل ايه، عايز اعمل اناليسيس للويف اللي هي ممثله في الفلو بتاع الفلويد ده كويس حوالين الاوبستكل دي كويس، فممكن يبقى الشكل ايه شكل الجيومتري صعب كويس. لو عملت كونفورمال مابنج عملت يعني اندر سيرتن كونديشن او اندر سيرتن فانكشن ترانسفورميشن يتحول الشكل ده لحاجه اسهل، مثلا مثال زي ايه كده مثلا، ده اللي احنا شفناه من شويه ممكن تبقى كده، فالتعامل مع دي ايه صعب شويه صح ماشي، انما دي اسهل، دي اسهل من دي، الشكل ده اسهل من الشكل ده في الايه في الاناليسز ولا لا؟ لو انا عايز اعمله نيوميريكال حتى احله نيوميريكال، نيوميريكال هنا اسهل اعمله ديسكريتايزيشن دي ايه اكس وواي واحل هنا بسهوله جدا وارجع بيه بالايه بالانفرس بالانفرس الفانكشن بتاعت دي صح، وحاجات تانية كتير يعني. مثلا زي دول كده مثلا شايف دي كده، مثلا انا عندي فلو كويس وعندي في اوبستكل على شكل سيلندرز ممتده في الاتجاه التاني ماشي، ده وده والمسافه بينهم حاجه معينه، فدي اسهل ولا دي؟ دي اسهل مش كده، تعامل ايه دي اسهل تعامل معاها مش كده، فاعمل ترانسفورميشن اندر ذن اندر ذيس ترانسفورميشن وحل البي دي اي بتاعتي هنا وارجع بيها تاني، ونفس الكلام هنا ان سو اون. فهو كل الكونفورمال مابنج بيبقى اي حاجه زي كده. انا مثلا عندي مش عارف بقى اقول الكلام ده، انت بقى اقراه كده على مهلك يعني، انا مثلا عندي مش مهم دي ماشي،
ماشي. دي طبعا الشكل ده شايف يعني دي كده الفانكشن لو بتاعتي كده عباره عن سيركلز، سيركلز كلها انترسكتد باسنج ثرو ذا اوريجين، والسنتر بتاعها ايذر اون ذا ريل اكسس اور اون ذا ايماجين اكسس، حاجه ملخبط خالص. اندر وان اندر ذا الترانسفورميشن 1 على زد دي الاشكال اللي انت شايفها ملخبطه دي تطلع ايه تفتكر؟ لاينز. بالظبط صح، لاينز تطلع لاينز كده ماشي. فالتعامل هنا ايه اسهل كتير صح. طيب and so on. طيب بسرعه كده ده ترانسليشن روتيشن ماشي. لو انا مثلا عايز ايه، عايز اعمل ترانسفورميشن من دي لدي، دي من هنا لهنا، يبقى انا عملت ايه؟ عملت عمليتين، عملت ايه وايه؟ روتيشن ب 90 وترانسليشن ب 3 صح. دي كانت هنا السنتر كان بزيرو والسنتر هنا كان بقى ايه عند الثلاثه مش كده؟ يبقى روتيشن اند ترانسليشن كويس. فالفانكشن اللي يعني احد الحاجات اللي بقى محتاجين نعملها ان احنا نحسب الفانكشن اللي بتعمل ترانسفورميشن ما بين شكلين كويس كده. او انت ممكن ايه، انا عندي شكل معقد وانا عايز اوصله لشكل تاني ابسط كويس، يبقى ايه الفانكشن اللي اعمل بيها ترانسفورميشن ماشي. فدي تطلع كده اي زد زائد 3 ماشي. يبقى الاتش دي اللي هي تنقل ده السلاب دي الهوريزونتال سلاب لفيرتيكال سلاب اوكي. طيب وفي في ماجنيفيكيشن كونتراكشن، يعني في شويه حاجات كده. طيب ايه ايه الشرط بتاع الايه بتاع الكونفورمال مابنج؟ يعني امتى اقول ان عندي ده كونفورمال مابنج؟ الديفينيشن الاساسي هو كده، انا لو عندي تو كيرفز سي 1 وسي 2 وعملت لهم ترانسفورميشن كويس، عملت لهم مابنج كويس لا انذر دومين، ده زد دومين وده الايه زد بلين وده الدبليو بلين، اتحول لسي داش سي 1 داش وسي 2 داش كويس كده. فعشان يبقى ده كونفورمال مابنج لازم تبقى الانجل عند الانترسكشن هنا قد الانجل عند الانترسكشن هنا. دي معناها ايه؟ اللي هي انجل بريزيرفنج مابنجز ماشي. ده معنى كونفورمال مابنج يعني. طيب وانا كل مره هقعد اقيس بقى ولا لازم تبقى في حاجه مور فورمال؟ المور فورمال اللي هي الثيري دي، تقول لي ايه بقى؟ لو الفانكشن اناليتيك، ما انا يا جماعه نستفيد بقى من الحاجات اللي احنا قلناها. لو الفانكشن بتاعتي اناليتيك كويس في دومين، وانا هعمل ايه؟ عايز اتاكد ان الفانكشن دي كونفورمال مابنج عند نقطه معينه كويس. طالما هي اناليتيك والفانكشن الديريفيتيف بتاعها عند النقطه مش بزيرو، يبقى هي كونفورمال ايه؟ ات كان بي بروفن ان هي كونفورمال، ليها بروف سهل باستخدام الانجل بريزرفنج اللي احنا قلناها من شويه. فعلى سبيل المثال مثلا الاكسبوننشال اي بار زد دي كونفورمال مابنج افري وير. ليه؟ لان هي الفانكشن اناليتيك والديريفيتيف بتاعها مش بزيرو ات اني بوينت، فبالتالي يبقى ايه؟ يبقى هي كونفورمال مابنج. انما مثلا زد سكويرد إذا كونفورمال مابنج عند كل النقط ما عدا الاوريجين. ليه؟ لان هو الديريفيتيف بتاعها عند الزيرو بزيرو. طب الساين، ساين زد بقى، ساين زد هي ايه؟ هي اناليتيك افري وير صح؟ ساين زد اناليتيك افري وير. طب الديريفيتيف بتاعها كوساين زد، كوساين زد بيساوي صفر فين؟ بيساوي عند نقط معينه. طيب اول نقطتين بيظهروا لي هم باي باي على 2 ونيجاتيف باي على 2، فانا لو خدت ريجون، لو خدت ريجون كويس باكسكلود فيه باي على 2 ونيجاتيف باي على 2، يبقى الريجن ده يبقى ايه؟ يبقى ساين زد فيه كونفورمال مابنج ولا لا؟ اللي هو المنطقه دي، يبقى المنطقه دي ما بين نيجاتيف باي على 2 لغايه باي على 2 الساين زد از ا كونفورمال مابنج كويس في الدومين ده تمام. بس ماشي. انا بقى شويه حاجات بقى رسومات هنا، يعني شايف يعني مثلا ممكن يبقى ايه الشكل ده كده حوله لده اكوردنج تو الايه المابنج ده. فطبعا لو انا عندي حاجه كده، عندي مثلا فلو بيمر في ايه، في جانكشن زي كده ماشي، عشان ادرس الويف فلو هنا او الفلويد فلو هنا كويس، هيبقى صعب جدا هتعامل مع دي، في حين انا لو حولتها كده هيبقى اسهل مش كده؟ اندر ذيس ايه؟ ذيس ترانسفورميشن. نفس القصه، انا شايف ان شكل المنايل ده اوكي، يعني دي انا عندي ايه؟ عندي تيوب كويس وجواها تيوب ثانيه، وانا الفلو بيبقى في الحتت دي، يعني هو الفلو ماشي هنا كده، وانا عايز احل الويف ايكويشن او نافير ستوكس ايكويشن في المنطقه دي، فيري فيري ديفيكلت يعني، حتى نيوميريكال يعني. هنا انا لو عملت ترانسفورميشن ده، دي فيري سلاب كده كل حاجه ايه بيس، اعرف احل هنا وايه واعمل ترانسفورميشن باك ان سو اون. في حاجات ثانيه كتير زي دي كده، زي الايه تي جانكشن دي ان سو اون. ده بس عشان ايه تبقى عارف ان ايه، ان في حاجات ممكن نعملها باستخدام الكومبلكس كتير يعني.